في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير، وبأجواء روحية وتراتيل شجية، احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن لمنح المناولة الأولى لأربعين طفلا من أبنائها، وذلك في القداس الإلهي الذي ترأسه الأب زيد حبابة بمعاونة الأب وائل الشابي، وحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وأهالي الأطفال. وفي موعظته تكلم الأب حبابة مع الأطفال شارحا لهم معنى المناولة الأولى وأهمية هذا اليوم في حياتهم، وفي الختام هنأ قدسه المتناولين وأهاليهم. كما شكر فضائية نورسات ممثلة بمديرتها الإقليمية الدكتورة باسمة السمعان وكادر العمل على التغطية المستمرة لأنشطة الرعية الكلدانية في الأردن. إحنا كلتنا راح نتناول من نفس الجسد، من نفس جسد يسوع، نفس يسوع كلتنا راح نتناوله، فش راح يسوي بينا إذا نتناوله كلتنا من نفس الخبز، نفس الجسد، نفس القربان؟ راح يوحدنا، يجعلنا كلنا واحد، يجعلنا شنو؟ جسد واحد، اللي هو شنو نسميه؟ الكنيسة. ممتاز. فإذا سر القربان المقدس، سر الأوخارستية، تجعلنا جسد واحد، معناها تجعلنا كنيسة واحدة. والشيء الآخر، فإذا النقطة الأولى نثبت بيسوع ويسوع يثبت بينا، النقطة الثانية يجعلنا كلتنا جسد، والنقطة الثالثة أنه لما نتناول جسد يسوع راح ينطينا القوة وينطينا الطاقة حتى إحنا أيضاً نعمل مثل ما يسوع عمل. وشنو العمل يسوع طول حياته؟ حب الناس، عمل مشيئة الله أبوه السماوي وحب الناس، وهي هذه خلاصة كل ديانتنا المسيحية، محبة الله ومحبة القريب.